قداس جميل، تعيش وتصلي يا عمو. كنت عاوز أسأل سؤال، في إنجيل قداس النهاردة كان في آية بتقول لو كان ليكم إيمان زي حبة خردل كنتوا تقولوا للجبل اتنقل فيتنقل. انت كنت مركز في إنجيل القداس بقى، برافو عليك يا مرقس. عاوز تسأل عن ايه؟ كنت عاوز اعرف ايه هي حبة الخردل؟ حبة الخردل هي بذرة نبات من اصغر بذور النباتات كلها. هو ممكن واحد يبقى عنده ايمان صغير قوي قوي كده ينقل جبل؟ مش معقولة طبعا، الجبل ضخم جدا. لا، حصل بالفعل، وفي جبل اتنقل من 1000 سنة. انا هحكي لكم الحكاية دي في المكان اللي شاهد على المعجزة دي. عمو انت نسيت العربية. لا ما نسيتهاش يا حنة، مش محتاجينها، احنا هنروح بالمترو. مترو؟ احنا هنروح دلوقتي لمنطقة أثرية اسمها مصر القديمة، وبالتحديد محطة ماري جرجس. احنا رايحين نزور مكان أثري قبطي في حي مصر القديمة، منطقة اسمها الكنائس الأثرية. هنزور هناك كنيسة معينة اسمها الكنيسة المعلقة. وليه اسمها الكنيسة المعلقة؟ الكنيسة المعلقة اتبنت فوق برجين من أبراج حصن بابليون الروماني من 1500 سنة، وتعتبر أول مقر للبطريرك في القاهرة. وصلنا محطتنا، يلا بينا. الكنيسة دي حلوة قوي، بس ايه علاقة الكنيسة دي بنقل الجبل وحبة الخردل؟ حاضر حاضر، انتوا مستعجلين قوي. الحكاية كلها في الايقونات اللي قدامكم دي. ايه ده؟ ده في صورة جبل طاير عن الارض. انا هحكي لكم كل حاجة، بس انا محتاج ادخل الكنيسة الاول علشان اصلي وارجع لكم. خليكم هنا في الحوش لو سمحتوا، ما تبعدوش. حنة، جبتي النظارات؟ طبعا جبتهم، بس يلا بسرعة قبل ما عمو داود يرجع. يلا. جاهز؟ 1 2 3. اهلا اهلا بيك. هو حضرتك تبقى مين؟ أنا اسمي إبرام، البابا إبرام ابن زرعة. أنتم مين؟ أنا حنة وده أخويا مرقص. أهلا يا بابا إبرام، إحنا جينا كنيسة هنا عشان نعرف حكاية حبة الخردل ونقل الجبال، أنت تعرفها؟ أعرفها، ده أنا عشت الآية دي في أجمل حكاية. أنا هحكي لكم من البداية. من فضلك، ممكن أسألك مين الشخص اللي معاك في الأيقونة ده؟ ده سمعان الخراص، راجل قديس، هتعرفوا حكايته من حكايتي. أنا متشوق قوي أسمعها. من حوالي 1000 سنة فاتت كنت البطرك رقم 62، ساعتها كانوا بيطلقوا على الحاكم لقب الخليفة. هو وقتها كان الخليفة اللي بيحكم مصر هو المعز لدين الله. المعز كان بيحب يجمع رؤساء الأديان في قصره ويخليهم يتناقشوا قدامه. طلب إنهم يجيبوني ويجيبوا راجل دين يهودي اسمه يعقوب ابن كلس. ولما اتكلمت عن جمال التعليم المسيحي يعقوب اتغاظ لأنه ما كانش بيحب المسيحيين. طب إيه رأيك في الآية اللي ما تتصدقش في إنجيلكم، اللي بتقول لو كان عندكم إيمان صغير جدا جدا زي حبة الخردل تقدروا تقولوا للجبل اتنقل من هنا لهناك هيتنقل. ده كلام يتصدق برضو؟ لو مسيحيتكم حقيقية وإنجيلكم صحيح اثبتوا ده. مولاي الخليفة أمر البابا أنه ينقل الجبل اللي في وسط المدينة. إيه رأيك يا إبرام في الكلام ده؟ صحيح الكلام ده من إنجيلكم؟ أيوة مظبوط،
لو بتؤمنوا بالكلام اللي أنا سمعته ده يبقى لازم تثبتوه قدامي وتنقلوا الجبل ده، وإلا هتموت والشعب القبطي كله هيتبهدل. من فضلك اديني مهلة 3 أيام. اتفقنا. ياه، طلب منك تنقل الجبل؟ اتصرفت ازاي قداستك؟ زي أي مسيحي صليت طبعاً، رحت على الكنيسة المعلقة وطلبت من الشعب يجوا الكنيسة، وهناك صمنا وصلينا 3 أيام كاملين. ياه، 3 أيام بحالهم؟ طب يا سيدنا، وبعد 3 أيام ما كنتش خايف؟ المهلة خلصت والخليفة المعز هينفذ تهديده. مشاعر الخوف ممكن تيجي للإنسان في أي محنة زي دي، لكن في الوقت ده تظهر الثقة في ربنا إنه هيتصرف ويحل المشكلة. الطريقة وإمتى الوقت ما نعرفش، وهو ده يا ولادي الإيمان اللي بتتكلم عنه الآية. الإيمان هو الرجاء بأمور لا ترى. طب وإيه اللي حصل بعد كده؟ يا أنبا برقام، اللي هقوله لك تعمله. روح السوق وهناك هتلاقي راجل شايل جرة مية وبعين واحدة اسمه سمعان. على أيدين الراجل ده هتحصل معجزة كبيرة. أشكرك يا عضرة، هعمل اللي قلتي عليه. أشكرك يا رب، أشكرك. أنا عملت زي ما العضرة قالت لي، خرجت من الكنيسة ورحت على السوق، وهناك لقيت راجل شايل جرة مية وبعين واحدة، هو سمعان. ولما سألته المية دي لمين، عرفت أنه بيوصل المية للتعبانين اللي مش بيقدروا يملوا مية لنفسهم، وأنه بيعمل كده كل يوم قبل ما يروح شغله. ياه، ده باين عليه كان راجل طيب قوي. كان بيشتغل إيه؟ سمعان كان صانع أحذية بسيط. لما شرحت له أنا محتاجه في إيه رفض، عشان ما كانش بيحب يظهر قدام الناس، لكن لما قلت له ده طلب العذرة بنفسها وافق وجي معايا. طب وإيه اللي حصل بعد كده؟ هحكي لك. القديس سمعان طلب مني إني أجمع الكهنة والشمامسة والشعب كله عند الجبل، وطبعاً الخليفة المعز ومستشاريه راحوا هما كمان. دلوقتي قداستك والشعب تصلوا يا رب ارحم 3 مرات، وكل مرة ترشم علامة الصليب على الجبل. كريا لايسون. فليتمجد اسم الله. أنا دلوقتي عرفت إن إيمانكم صحيح. ياه، دي أغرب قصة أنا سمعتها في حياتي كلها. ويا ترى القديس سمعان راح فين بعد ما حصلت المعجزة العظيمة دي؟ بعد ما الدنيا هديت دورت على القديس سمعان في كل حتة، ما لقيتلوش أثر. راح فين واختفى ليه؟ كتير من القديسين لما تحصل معجزة على أيديهم مش بيحبوا يسمعوا مديح الناس ليهم، ويهربوا منه عشان ما يقعوش في الافتخار. ده فعلاً قديس عظيم. ودلوقتي عرفتوا بقى إن لو عندنا شوية إيمان ولو قليلين قد حبة الخردل، ومصدقين إن ربنا يقدر يساعدنا دايماً، ممكن نعمل أعمال عظيمة ولو وصلت لنقل الجبال. أيوة عرفنا. شكراً يا بابا برقام. شكراً يا سيدنا. إيمان قد حبة الخردل ينقل جبال. العفو يا أولاد العفو، أنا مبسوط قوي إنكم بقيتوا فاهمين الآية كويس وكمان حفظتوها، ودلوقتي أسيبكم تتفرجوا على الكنيسة. ربنا معاكم. ها، اتأخرت عليكم يا أولاد؟ لا أبداً. يلا عشان ندخل نتفرج على الكنيسة واحكي لكم حكاية القديس سمعان. أيوة يلا بينا. كيريا نايسون